مرحبا. اهلا وسهلا. لاباس عليك؟ والحمد لله. نتعرف عليك. الاسعد اليتيمي حرفي في الرخام. حرفي في الرخام. قداش عندك في الخدمه هذه في الصنعه؟ من سنه 98، من عام 1998 نخدم في الرخام. شنو تعمل بالضبط؟ جنرال كل شيء. الرخام يعني هو قطاع يعني غريب للي ما يعرفوش. الناس ما تعرفوش هو نوعا ما غريب. ولكن فيه أسرار كبيرة ياسر. فهمت؟ الرخام كما نجم يكون تخدم في الديار كما نعرفوه يعني المعتاد تعرفوا الناس يقول لك دروج، يقول لك كواجن، يقول لك سفالي، يقول لك شبابك، يقول لك. ولكن هو في جانب آخر، فيه قطاع آخر معناتها كما النحت، كما الموزايك، كما الكالبيناج، كما لي تابلو، كما لي روزاز، كما الموزايك، برشا حاجات برشا حاجات في الرخام. تخدموا منه لي تابلو؟ أي تخدموا منه لي تابلو. قبل 98 حتى 2001 كان قطاع نشط برشا برشا برشا، وكله تصدير، كله يمشي لبرا الخارج. كان مطلوب ياسر والحوانت كلها تخدم والمعامل كلها تخدم والحركية كانت مريقلة. بينما توا لا، قطاع التصدير انقص ولا التصدير بطريقة أخرى. مثال احنا في تونس عندنا رخام تالة، عندنا كاريرات تالة في جهة القصرين. الحاجة الإكسترا كان اسمه رويال، رويال تالة. تو ما عادش رويال، ما عادش في تونس، ما عادش موجود. ولا التصدير، كله تصدير، ولا تسكر ما نعرفش. انا تو ما عادش راه حاجه اسمها رويال يدور في المعامل. فهمت؟ بحكم انا تجربتي معناتها في المعامل كلها يعني معروف. معامل تونس خدمت فيها كلها محسوب، اي كل درت عليها. الرويال هذا ماهوش موجود. فهمت؟ الشامتو كيف كيف. شو اسمه؟ شامتو، رخام شامتو، اي شامتو، اي كارير في جندوبه. شامتو منطقه اثريه معروفه، مدينه شامتو. هو الرخام يستخرج كم الكاريرات؟ كم اللي كارير؟ هو مقاطع يعني كارير مقاطع، فهمت؟ حاجه طبيعيه معناتها حجر. انواع يختلف من حين الى اخر. اني اكثر بلايص في تونس المعروفه وعندها كاريرات باهيه؟ تالا، تالا ما فيش حتى شك. عندنا تالا يعني فيها زوز انواع، عندنا الجري وعندنا الاصفر البيج كما احنا نقولوا. فهمت؟ هذوما موجودين في تالا. يخرج باللون هو من اصله، هو كي يجوا يخرجوه في الكارير اللون يكون ظاهره؟ بالطبيعه كل نوعيه والكل رمتاح. ثم البيج، ثم النوار، ثم الجري، ثم النوار فين مثلا؟ خاطر من احسن من كمنظر من افخم الرخام هو النوار، كيكون كولير فين في تونس يخرجوا؟ النوار اعتقد مكثر، ثم نوار مكثر، ثم كارير رخمي مكثر كيف كيف، ثم الروز، روز سيران اللي هو موجود في سيدي بوزيد، كارير سيدي بوزيد، ثم الكذا الروز كان قبل هنا عندنا في بعد بوكرنين، ثم جبل منغادي، توا ذولي ما عادش يخدم. كي نقارنوا ما بين الرخام مازال في الكارير في الارض ومن بعد يوصل، شنو المراحل اللي يتعدى بها باش يظهر الكولور هذاك ويظهر بالجمال هذاك؟ بالنسبه للكولور هو بيتو، الجمال حاجه اخرى. يعني عده مراحل كيما تنحي من الكارير، تجي حجره واحده، حجره كبيره، الحجره فيها تعمل حتى الاربع ترانط او خمسه ترانط، تجي في السمي تدخل المعمل الكبير للساشي، بعد تقص بلايك، والبلايك هذوك يتوزعوا على الحوانت الاخرين على كم طرب الجمهورية. فهمت؟ الحوانت الاخرين يتعدى على الصقيله، يتعدى على التفصيل قبل، يتفصل اي تفصيل دي بي اس باش نجم تهز قرش بلوك كبيره، فاز متر و20 على متر و60 ولا متر و70، اي يتفصل ومن بعد يدخل الصقيله. الصقيله كيفاش؟ بونساج يعني يتسقل باش ما عادش يكون ماضي معناه، يرطب يولي بريون، فهمت؟ يولي يعطي منظر مليح. فهمت؟ ومن بعد يطلع القصاص، ماكينه تاع القصان، يتقص دي ترونش حسب الطلب معناتها، واحد طلب متر على 40، واحد طلب زوز متر على 50، واحد طلب كوجينا. بصح برشا خدمه، برشا وقت باش توصل مثلا خامه سمحه، قداش الصبر؟ انت والخدام، انت والخدام وانت والماكينه اللي تخدم عليها. كي تبدا تبدا ماكينه باهيه جديده نوفو معناتها قويه معناتها فيتاس ونظافه تخدم في سافيسا، كي تبدا ماكينه على قد الحال والخدام على قد الحال. فهمت؟ تو انت مثلا خدمت في اكثر مصنع. كيفاش؟ خدمت في أكثر من مصنع. أكثر أكثر أكثر. خدمت بالك نسيت محطة مصانع. حاليا فين تخدم؟ والله حاليا حابس. حاليا حابس. تو ديجا كنت في مصنع هنا نشوف في خدمة. شوف في خدمة. شوف في خدمة. عندك برشا خا خدمة؟ عندي تو بريسك جمعة ونص. عندي جمعة ونص. سهل إنك تلقى خدمة سيرتو في الحرفية هذا؟ بالنسبة لي أنا سهل. بالنسبة لي أنا سهل، ليش؟ حتى إذا كان المعمل ما فيهوش خدمة أنا نصنع له خدمة. كيفاش؟ مثال نصنع باسك، الباسك يعني كيما نقولوا بابوم تاع الرخام، نصنع صنعاء، هو يساعده باش يبيعوا بسوم اكثر، يولي بالصفه اللي يقبلني. النجم نصنع الحرفه عندها. ربوم تاع الرخام كيفاش هذا؟ كيفاش ربوم تاع الرخام؟ مش ربوم، باسك باسك. افابو افابو. لافابو. لافابو ولا لافابو، معناتها نصنع صنعاء.
الشيط نصنعوا نلصقوا في بعضه بالريزين ونحفروا ونخدموا بونسي. انت معناها صناعي في اللافابو؟ اي صناعي صناعي الحمد لله، هذيك الحاجه القويه معناها اللي انسان ربحها باش ما تطيحش، يكون عنده صنع في يديه ما تطيحش الشمبان وما تطيحش بطال، هذيك هي الحاجه الباهيه معناها. علاش خرجت من المصنع الاخر؟ والله لعدة اسباب، خلاص مش هو طلب، مش هو شويه نقصت البلاد ضعيفه شويه. قلت لي بكري الرخام في تونس ما عادش نشوفوه يدور في السوق كما قبل، الرويال يخرج لبرا. صحيح الرويال تالا ذا قاعد تصدر برا، وحتى الجري توا نوعيه من الجري قاعد تتصدر برا كيف اكسبور، كل اكسبور كل اكسبور، معناتها ما عادتش تتحول لتونس تخدم كما بيدينا نحن واحنا نصدروا، لا ولا من الكاريير طول يمشي لبرا، ما نعرفش كيفاش بالضبط. في عمل في عند في حساب عند الدوله ولا عند الخواص الرخام؟ هذيك المشكله انا ما عنديش معلومه، على ما يبدو عند الخواص، يظهر لي تصدير المقاطع هذه ومواد البناء يظهر لي يعني. الانتاج ما دام الانتاج عند الخواص يكون عند الخواص هكا حسب ما نعتقد، وما نعرفش بالضبط، مانيش متاكد معلومه، اما على ما يبدو عند الخواص. قلت لي في تونس ما عادش مش كما قبل سنوات القديمة 98 وقبلها في انتاج الرخام مش كما تويك. فرق كبير ياسر، قبل يسمى العصر الذهبي بالنسبه للصناعيه نتاع الرخام، قبل الرخام حاجه كبيره ياسر، يعني تخدم بيان تصور بيان وتكمل وقتك الخمسه ماذا بيتك تخدم حتى بعد الوقت بون تخلص زايد، فهمت؟ ديما الطلب موجود والخدمه موجوده برشا. توا لا، توا نقصت برشا. نقصت كل شيء. نقصت. كما برشا قطاعات اخرى. هذيك الإشكالية تو القطاعات كلها نقصت نظرا معناتها لوضعية البلاد وكهو والعالم كله، هو كريز مونديال ماهوش معناتها مربوط كان تونس، هو كريز مونديال معناتها عالمية معناتها كلها وقت، وإن شاء الله ربي إن شاء الله تتحسن وكهو. أنت اليوم قلت لي تخدم خاطر في تالا وفي المناطق هذيك ديما يكون موجود رخام، مشيت لواش تخدم غادي ولا تجي لهنا خاطر فما المصانع؟ لا تالا راهي كاريرات مش مصانع. تالا هي مناجم تخرج الرخام ولهنا يجيبوه من تالا، هو تخدم لهنا مش تخدم في تالا. فماش مصنع رخام في تالا؟ لا ثم، لكن خي مصنع في معناتها في اربع ولايات يعني، تصور انت معناتها الكاف والقصرين وسيدي بوزيد تقريبا جنبهم هكا وسليانه، معناتها الاربع ولايات الاغلبيه صناعيه يمشوا الغادي، ما تجيش معناتها كيما نقولوا مصنع كبير باش يخدم بلاد كامله، لا ما تجيش، ما هيك موجود هي مصانع في كل بلاصه. كيما الرخام صناعه الرخام فن كيما بقيت فنون اخرى، حتى باش تخرج لافابو باش تخرج نعرفش رخامه مزيانه يتطلب تجهيزات عصريه، هل عندنا حسب ما شفت في المصانع التجهيزات العصريه كما نقارنوا بدول اخرى وفي الخليج وغيرها؟ لا لهنا تتعمل على يديك، اما كتجهيزات عصريه متطوره لا. لا ممكن في معمل كبير تلقى، ممكن في بناروس تلقى في معامل كبار، اما اللي زدت لي صغار كل تعمل على صنعتك في يديك وكهو. يعني صنعتك في يديك كيفاش تخدم نجم؟ تخدم مانيال، معناتها في عود مثلا كيما نقولوا بشطابه انت ثم ماكينه كبيره سومها غالي برشا، هيك تنجم تحفر وكذا، فهمت؟ الماكينه هذه المعامل الصغير ما يشروهاش، فهمت؟ وانت كصناعي تخدم معناتها ميلاديسك ترونسينيز كيما نقولوا احنا، ميلاديسك صغيره، ميلاديسك كبيره، كومبريسور، بيران، حاجات يعني كابيتال نتاع 3 ملايين 4 ملايين تنجم تخدم بهم، فهمت؟ نهارك زين. شكرا.